طيب كالعادة نشوف توقعات حضراتكم لمباراة سموحة، هل يستطيع النادي الأهلي الفوز على سموحة؟ ولو فاز من يستطيع أن يحرز أهداف هذه المباراة؟ نطلع نشوف هذا التقرير، وبعد هذا التقرير فاصل، وبعد الفاصل كريم سعيد وأحمد ثابت على في ضيافة البيت الكبير. وزي ما قلت لحضراتكم دايما شاركونا عبر هاشتاج كريم وثابت مع الشاطر، وقولوا لنا التشكيل المتوقع للنادي الأهلي في مباراته غدا أمام سموحة. كريم وثابت مع الشاطر هو الهاشتاج اللي هنشتغل عليه النص ساعة أو الساعة اللي جاية. قولوا لنا التشكيل المتوقع لمباراة النادي الأهلي. خلينا نطلع نشوف تقرير مع حضراتكم مع جمهور النادي الأهلي، مين اللي هيعرف مين ان شاء الله هيكسب بكره، وايضا مين اللي هيحرز الاهداف. وان شاء الله بعد هذا التقرير فاصل، وبعد الفاصل كريم سعيد واحمد ثابت في ضيافه البيت الكبير. طبعا ماتش الاهلي وسموحه ده ماتش محدش يقدر يتوقعه. الموسم اللي فات الاهلي اتهزم ورجع تاني في الدور التاني كسب 4، فيعني لا احمد سامي عنده سكواد كويس مع كابتن موسيماني، بس فالماتش الصراحه خارج التوقعات. يعني اكيد هيكسب سموحه، مستوى السنه دي مش زي كل سنه، فالاهلي والاهلي مستواه احلى مع بيرسي تايو كمان في شغل احسن، فان شاء الله الماتش الجاي هيكسب. يعني هو الاهلي طبعا ماشي يعني الدوري ده كويس، حتى انا كزملكاوي يعني هو يعني بسم الله ما شاء الله عمل معانا يعني خسرنا وبتاع، بس هو ان شاء الله يعني من الاداء دوت لو استمر ممكن هو فعلا ياخد الدوري. والماتش اللي جاي يعني ممكن لو سموحه ممكن يكسب 3-0. والله بس هو من غير كام قوي سموحه حتى ما خسرتش اي ماتش لحد دلوقتي. سموحه بدأ الدوري كويس، عندهم نقاط قوه كتير، عندهم مروان حمدي كويس قوي، عندهم برده المدرب وكذا لعيب عندهم برده عالي. سموحه ما خسرتش ماتش واحنا الاهلي برده، فيبقى ده ماتش عالي واتوقع يخلص 3-1 الاهلي. والله سموحه فريق غتت كرويا، بنتكلم انه فريق غتت كرويا ومعاه جهاز فني على اعلى مستوى كابتن احمد سامي ومادي اداء كويس جدا، بس اعتقد ان الاهلي هيفوز. يعني اعتقد ان الاهلي هيفوز بفارق هدف، بفارق هدفين 2-1 1-0، واتمنى على اللولو واتمنى بيرسي تاو عشان نشوف الرقصه بتاعته.